هل لله اسم أعظم؟ نعم. ومن دعاه به أجابه؟ نعم. وبعض عباد الله لا يعرفه؟ نعم. وهل ثبت في السنة أن اسم الله الأعظم معلوم؟ نعم. سبحان الله، وقليل من يسأل الله باسمه الأعظم. والحبيب أخبر أن اسم الله الأعظم من سأل الله به أجابه. من أهل العلم من قال أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ومنهم من قال أن تسأله بأنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر.